السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. فهاد النهار يا ربي جيت لتخفيضات الصفا، تقديت شي معينات بغيت نشاركهم معاكم. هنشارك معاكم كاع داكشي اللي غنشري، داكشي اللي غنخلي للدار ديالي هنايا في المغرب، داكشي اللي غادي نشري لامي. انا عشق لامي اي حاجة. هاد الكويسات يعجبوني بالحق، هادو غنديهم لايطاليا. هاد ستيل هذا ما كاينش عندنا في ايطاليا، هادوك غادي نديهم ولكن ما غنديهمش معايا انا. كان داكشي بحال هكاك تقالين كنصيفطو مع مول فارغو. هما هاد جوج طاسات عجبوني ولكن غنخليهم هادو هنايا في المغرب. تيعجبني نشرب قهوة في شي حاجة تراسباغون، وهادوك ديال الرايب غادي نصيفطهم مع مول فارغو يديهم ليا. وشت هاد الغريبلات عجبوني لمي، اول مرة كنشوفهم هنايا عندي بحالهم في ايطاليا. وعطيت لمي جوج صغار وخليت ليا انا الكبار، وتتبغي ديما مسكينة هادوك الكبار. وانا ما بقيتش لقيتهم ليها، شريتهم واحد العام شحال من عام هادي باش شريتهم، ما خسروا ليا ما حتى شي حاجة. اينوكس ديالهم واعر زوين، وشت بحالهم ولا مام مارك، وانا نشريهم. وعطيت لامي جوج ديال هذوك الكبار، والاخرين ما شريتهمش. المهم غادي نوري لكم كل شيء في الدار ان شاء الله ملي نوصل هنا. صافي جيت للدار، ها انتم تقديت الزعتر، ها هو باقي خضر طري، خليه هنايا حتى ينشف ليا مهوي. شريت ثومه، واحد نص كيلو ديال الثومه، ها هي 300 ريال، ها هنا يورو 50 اورو نص. هنا الطاليان هادي راه 50 سنتيم، اورو نص هما هادو. ها طاليان بعدا معرفتش اوروبا الاخرى، 50 سنتيم الوحده. شوفوا ما شاء الله هنايا شحال. شريت هادو، هاد جوج مولات هادو بالحق لامي، هادو ماشي ليا انايا. ها عجبوني ديال لومينارك، هاد الماركه زوينه، هادي فرنساويه وقديمه. كان عندنا واحد الطباصل بحالها، هاد نفس الماركه عند امي، زوينين. المهم خديت هاد جوج، عجبوها بغات تشدهم تشدهم، ما بغاتش خليهم هي اللي بغات. المهم انا شريتهم ليها هي هكا. شريت ليها هاد القويميلا تيرميكا، هادي هكا تتبقى شادة سخونة. ها انتوما شتو زوينة هكا. شريت لامي صابو البلدي، غنديه لامي الطاليان، صابو البلدي بالأعشاب زوينة، داك شريتو من المعرض. وشريت هادو، هادو ديال الحليب والقهوة وداكشي، ها انتوما شتو ديال تركيا، هاهما مكتوبة فيهم مادين تركي، ولكن زوينين زوينين تقالين. عندهم هاد الكاع هنايا مضوبل لتحتاني. شريت لامي هاد البراد هنايا والبراد زوين هذا بزاف، ماشي غير شويه عجبني حمقني، شريتو ليها. شريت ليها هذا واحد كبير صراحه، هذا الكبير طرفتو ليه في فيترينا شحال هادي ماشي دابا. وهادو هاد الغريبلات عندي بحالهم، تشوفهم عندي امي وكتبغيهم كيعجبوها، وانا نلقاهم جابوهم في تخفيضات الصفا. هانتوما مع الكبير ديال 18 درهم، هذا ما عقلتش، ما خلصت كل شيء ما عقلتش اختي شحال الثمن ديالو. المهم هو هذا، كاينين صغيورين كاين المويان كاينين سته، غاديين من الصغير حتى الكبير. المهم هذا هو الكبير ديالهم، هو هذا بحال ديالي نيشان، ها هو مكتوبه فيه 15 درهم هذا شتو 300، والاخر 360 هكا. وهذا ديال الحليب، هذا ديال امي، عندها جوج امي، عندها هذا واحد اخر شريتهم ليها العام الفايت بالحق، وديتهم معايا حتى انا لايطاليا. هادو ديتهم انا العام الفايت لايطاليا ديالي. وهادو ديال امي دابا عندها جوج، عندها هذا واحد في فيترينا، وهادو اللي شريت انا دابا شريتهم هادو لهنا للمغرب لداري في المغرب. هادو بالحق هادو ديالي انا، صافي عندي غير هادو، هذا وهذا، هذا ملي كان جاكومو واختاريناهم شفتو عجبونا. الحليب لا قهيوه ولا شي حاجه هكا، لا بغيتي لواحد الكاس ديال الحليب يسخنوا، ولا بغيتي تسخني القهوه ولا شي حاجه لبقات لك ديريها فيهم. زوينين هانتوما شفتو الشكل ديالهم، واينوكس ديالهم داك الثقيل راه تقالين. هنا انتم شفتوا الاثمنه، ها هذا 140 وداك 120، هذا اكبر منه شويه، ولكن شي حاجه ديال الانوكس اللي ما غتصدي ما غتخسر ما تحرق لك ما حتى شي حاجه. ايوا بديت نتفتف وتنقشقش داكشي اللي غادي ندي. والكيسان، كيسان هاهما، كيسان هاهما بالحق نصيفطهم هما والزيت البلديه مع مول فارغو. هرست هذا الكيسان هذا زيت الكرتونه، وانا نوقفها هكا وانا نهرس الكيسان ثلاثه، هادو غنصيفطو مع مول فارغو. هادو وداك الشيء الاخر اللي قدرت عليه انا غادي نديه في الطياره. هانتوما هاد الاخرين حتى هما ديال الرايه شفتو، هاد الكيسان ديال النجمه ديال العالم ديال المغرب حتى هما. حق هاد الشيء كاع كلشي غادي نقاد الكرتونه، غادي نخليها لمول فارغو مع الزيت، هو اللي غادي يجيبهم ليا. انا تنقاد في كريطينا تنضارب، ملي كنجيو كنضاربو لهيه نجيبو، ملي كنبغيو نمشيو ثاني تنبداو نضاربو نديو. ملي كنكونوا في ايطاليا تنضاربو باش نبغيو نجيبو السلعه لهنا المغرب، المعنات وداكشي اللي عشقناه والشهيوات وكلشي. ملي كنجيو هنا ثاني تنوليو نضاربو باش نبغيو نديو عاوتاني، نحركو الزيت البقوله، عارف كرطوني في البقوله
شريتهاش، نشريها ونقيها ونغسلها ونبخرها ونديها مبخره هذيك، نديرها في شي بواطون نسد عليها بسكوتش مزيان، وندير لها شي شيفونه وندير لها الميكا باش ما تخرجش ليا. واحد العام خرجت ليا درتها في بواطه والسكوتش والميكا، داك الزيت مع ماضي كما كيقولوا الزيت ماضي خرج، وسخ ليا كاع الحوايج وسخ ليا الباليزه، دار ليا واحد الحاله ما نعاودش لكم. المهم غاش نبقى نعاود هذاك الشيء، غادي نديرو في بواطه وندور على سكوتش وندير ميكا ولا جات وندير شيفونه ولا فوطا ولا شي حاجه باش تشرب ليا هذاك الزيت، وعاد ندير ميكا تفرين، وعاد ندير البقاله لمي. ان شاء الله الرحمن الرحيم. المهم هذا الشيء اللي كاين هو هذا. الروينه بدات، تنجيو للمغرب تنسخاو كاع. انا بديت تنجمع دابا، راه هي الشنطه ديالي تنجمع ونحط تما حوايجي، وهنايا الكارطونه اللي شريت معناتي المغرب وشي حاجه هكا نخليهم هنايا. هذه اللي غنصيفط مع مول الفارغو، انا تنقشقش وندير هنايا هزيت هذا ديال التخربيقات، واحد بنطوفه ديال الجاكمو خلاها هنايا. هذا شنو هو؟ هذا تا هو زيت، واحد البيدو ديال 5 لتر. هادو غا واحد البيزارات كنت شريتهم من المعرض، ها هما مبغيتش نتقل بيهم خليتهم تا هما هنا. النبق، كلشي على النبق يا اختي، النبق والطبوقه راه هما لهيها. هادي ما عرفتش فيها، نشوف اللوز هادي والقرقع، هادي اللوز والقرقع كيعجبني اللوز البلدي والقرقع. هادو عاش البيجامات لمي رديت ليها اللي غادي نعطيها. هادو اخرين ما وردي اختي، شنو ثاني؟ داكشي الثقيل اللي غادي تقل عليا حاولت نديرو هنايا، وداكشي اللي هنا غاشي طبي سلاطو. دابا نوريهم لكم في الدار، هادو ديال بحال طويجنات زوينين عندهم دوك الفوقانيه كتسد. باقي غنزيد الدقيق هنايا ديال القمح والشعير، غنزيدهم هنايا حتى هما. وشنو ثاني؟ الزيتون، زيتون الكحل، زيتون الكحل ولكن بلا ملحه، هذا واعر، هذا واعر واعر بزاف هذا الزيتون. غنقول ولدي يزيدني منه عاود ثاني، زوين بزاف هذا الزيتون ما فيهش الملحه. هذا غندي معايا ما غنديروش تما، غنديرو في الباليزه هذا. ايوا حنايا تن نقشقشو كويسات ديال الرايه، واخا هرست منهم ثلاثه، نشوف نديرهم دابا فشي سوبيرا ولا شي حاجه، ونحيدهم من الكارطونات ونحطها تما. كويسات هالبواطه خويتها من الدقيق، كان فيها الدقيق ما غسلتها ما والو، غنشدهم وغنستفهم هنايا باش ما يتهرسوش ليا هكا بالشكل هذا. شوف شحال من واحد غيجي، 6 7 8 8 جاوا لاصق. شوفوا شوفوا ها ما يتحركوش، 8 7 هذا الثامن، وغنشوف ما يجيونيش هكا، غندير لهم بحال هكا هاد الاخرين. زاد ليا 12، هزات ليا 12 راه مزيان. ها جاتني نيشان 12، غنحيد دابا هادي غنديرها وسطهم هكا غنسد عليهم صافي. هالكويسات دابا تهنيت منهم، غنمشي هاد التخفيضات الصافا تاني هاد المراد، نجيب شي بواطه اخرى بحال هادي حقا دي، غندير لها سكوتش باش ما يتزعزعوش، غنسدها مزيان وغنجيب بواطه اخرى باش ندير فيها الكيسه الاخرين. نجمع لمي الصاله قبل ما نمشي، خليها ليها مرونه، جيت دابا مرونه تاكلني ياك امي، تاكليني لا ستي صاله مروه، ياك ساعه تروني دارك انت كلشي منقيه، تجي دائما تقول لي تقول لي دارك انت منقيه، نمشيو عند ديالك وتروني غنجمع لك كلشي امي، نخلي لك كلشي هو هذا، غنمسح الطبايلات ونخلي كلشي نقي، راه كل الصباح تنجمع، كاين حتى حد معايا غا بوحدي الدار نقيه. ها بطلق هذا حطه هنايا، امسح الطابله الاخرى باش نضرب لك كلشي. مير الزربيات ديال الارض ما نفرشهم شريفه، كاين عندك الزربيات التحتانيه بحال الموكيت نخليها، ما غنديرش فوق هذوك الاخرين قهويين حتى تجي تيا وديريها ها باش تبعهم نقيين ما يجمعوش لك الغبره. كلشي نقي راه غادي نحلل لك وصافي، راه جات زينب قبلات كلشي. المهم عاد بقات اليومين دابا نخرى، غادي نجمع انا هادشي اللي بقى باش جلس دخلت بكشي وصافي.
مش شريت لك واحد واحد باي باي بلاتي نوري عليك كي دايره من الفوينات ها كملت تسمحني تبقاي ديري نطحت لك على شي حاجه قليله هذوك باي بايات جات اللي كانوا عندك لحتهم لك مع حيطه مي دوك جوج باي بايات ديالك شتم عامرين خملاء وداكشي مع التيتا تشديهم وتديري لهم الفرشيطه والمقص وتبقاي تنقي فيهم تيكونوا عندك ما يدار انا عندي ما يدار جري جري ما بغيتش نبقى نقي فيهم وانا نشري جات اخرين غنوري لك هذوك اللي شريت شريت لك هذه هذه العاديه اللي تعرفوا كاملين راه فيها ثلاثه تتحل بحال هكا بقى جديده بقى ما استعملتهاش هذه وشريت لك هذه عجبتني شوفي هذه كي دايره شتي كي دايره هذه تتحل من هنا تتبركي هكا بلاتي ها وتتحل هاي شتي شحال فيها ولكن اللي زوين فيها واقفه كي واقفه تي تدير شتي تبقاي بحال هكا واقفة وتشطري زوين عملية بزاف ها شتي انا غنحلها دابا ونشوفو شحال جمعات لينا هانتي شتي شحال جمعات شتي شحال فيها راه دغيا ها قلتي لي الدار نقية شو شحال ديال الكاسة قول لي ها حصلتيني تطلع بصباطي امي نشبع مزيان قبل ما نمشي لما طاح الشتاء ولا شي حاجه ولكن نتمنى طاح الشتاء يا ربي تغيتنا غنخرج دابا نسقي لي الجريده نحل الباب وغادي نجمع برا تا هو نشطبو وندير عليه شي شطيبه خفيفه حط ليها كاع داكشي نمشي نلوح الزباله وصافي وغادي نمشي نقاد دوك المعنات اللي بقاو ليا نوري لكم كلشي داكشي الاخر اللي شنو تا هو وخليكم معايا فرجتكم ممتعه شو شحال شمشي اليوم الحرارة تشرب الكسيوة ديالي تنشف ليا هنا هذا اللوز البلدي قال لي ديال 110 اللي داير هذا تيخليه 100 110 اختي 110 110 والقرقاع هذاك داير 2400 2400 القرقاع و 2000 حاجه مليحه زوينه واه ديال فين هذا اللوز منين كيجي ديال مكناس ديال مكناس ديال المغرب هذا الشيء ماشي ديال شي بلاد اخرين دول اخرى انتم شوف عنده ما شاء الله كل شيء خديت هذا الشيء وخديت التمر عنده التمر زوين خديت هذا التمر هذا هاد التمر اخويا شحال حسبتي ليا هذاك اختي لك انت 40 درهم 40 درهم هذا واش العجوه هذا ياك العجوه زوين هذا ديال السعوديه ديال السعوديه كاين شي تمر ديال المغرب كاين فين هو عنده كلشي الشوفان ها انتم ها حسن شتو وريه عنده البلبوله البلبوله بزريعه الكتان بالاعشاب هنا حتى هي مخلطه هكا كتباع سكسو او العطريه تما راه هي شوف هذا واو هذا زوين هذا ديال المغرب هذا الجنشلان عندو القطنيات كلها هنا ها المهم راه كاين في حي الصافا اون فاس مع لافلام راه هي لافلام كتبان لكم راه الدراري جالسين فيها هو اون فاس معاها و اون فاس مع مراد مول تخفيضات الصفا راه تخفيضات الصفا حتى هي غنوريها لكم المعنات كيبانوا لكم برا راه هي تخفيضات الصفا المعنات ديالها هو اون فاس معاها هنايا عنده كلشي زوين من نهار جيت فين ما بغيت شي حاجه كنجي عنده عنده الثومه ها هي شفتوها الثومه شحال دايره
10 دراهم الرابعة يعني 800 الكيلو، 800 الكيلو ياك، داير ليها 800 ثومة. ولكن شوفوا كي دايرها. هنا جبت غير الفول، جبت 5 كيلو، شحال غيعطيوني ملي غنقيهم. الفول زوين وتامر، درت غير واحد السلطه ديال الفرويه باش غادي نتعشى اللي غادي ناكل ان شاء الله. وغنجلس هنايا وغادي نبقى ننقي الفول، نديه منقي، حيد ليه الكواله باش ما نخلصش على الزباله، نخلص عليها الثقل. المهم غنستمر هكا حتى ننقي هادشي وغادي نجمعو حتى هو. هادشي راه الليل دابا، باقا ما غنمشيش، باقي ليا غدا في الليل عاد نمشي، واليوم راه الليل، دونك غادي ندير هادو اليوم. وغدا في الصباح غادي نزيد عاوتاني شويه ديال البقوله، غنشريها حتى هي. وانا جالسه تما غنبقى نقي وناكل الصلاه ديال الفرويته حتى نكمل هادشي نقي. صافي اختي رجعت، الله عييت انت، درت غير ميكا وحده ها من الصباح وانا جري 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 تمار، غنطيح غنطيح ما كاين حتى اللي يهزني انتما الله معايا، الله مقويني الحمد لله انتما. وحده درتها انا كنجمع في القشور ديالها، والاخرى باقا، هذه باقا، هذه شفتوا، هذه بحال ميكا قد هذه 2 كيلو ونص، ها شحال عطاتني ديال الفول، ها شفتوا هكا. وهذه هي باقا نخليها حتى الصباح، حتى الصباح وين نمشي للحمام. ايوا ما عرفتش ندير نديه كيك ولا تنهضر نشوف. انا طيب انا طيب درت ربع ساعه دابا، والله الا ربع ساعه اللي درت باش نقيت هاد الميكا هاد، ها هو عييت، خاصني نوض نتسارح شويه باش نبغي نكون اون فورم غدا عاوتاني نوض. يلا تلاقاو من بعد. هنا بقات مقلقاني هذيك الميكا الاخرى ديال الفول، كي نط شديت فيها هي الاولى، درت كريسي وجلست هنا في الشمس مع الباب وانايا تنقي فيها، نحيدها عليا حتى هي. وهنا جاب لي ولد اختي السودانيه الجاكومو الفلفله الحمراء الحاره، وواحد جوج بصلات لمي وصاتني عليهم، قالت لي بغات رفيسه بالبصله ديال المغرب، بغات ديال المغرب ماشي ديال الطاليان. قلت لها امي راه كاينه تما، قالت لي لا واخا تجيب ليها وحده ولا جات، ها هما غنديهم لها اختي، ما عنديش مشكل. وجبعت حوايجي، والروتين ديال اخر نهار في المغرب كان هو هذا. نتمنى هنا الاعجاب ديالكم، نتشوفوا ان شاء الله في ايطاليا في الفيديو القادم بحول الله.